السلام عليكم أصدقاء الأحبة، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، معكم حسين الغالبي. هذه القاعدة الأساسية اللي راح نتعلمها اليوم هي التكرار أم المهارات. الكثير من العلماء كتبوا عن هذه العبارة، وهذه العبارة أساسية جدا للجميع في جميع المجالات، أي أن التكرار أم المهارات، أساس المهارات والملكات والتقنيات والأمور التي يتقنها الإنسان أساسها هو التكرار. وهناك ثلاث كلمات ومصطلحات مهمة مرتبطة بالتكرار الذي يولد عندنا المهارات أو الملكات التي نمتلكها. الممارسة، ممارسة الشيء، تكرار الشيء، ممارسته هي اللي تنطينا هذه المهارة وتخلينا على مستوى عالي من الإتقان بهذا الشيء. وأيضا المتابعة، المتابعة المستمرة، راح ناخذ طبعا أمثلة عن هذه المصطلحات حتى نفهم شنو المقصود من هذه العبارة ألا هي والتكرار أم المهارات. والتركيز، أيضا التركيز شيء أساسي في هذا الشيء. ناخذ مثال الأطفال. الأطفال مثلا المشي، مراحل نمو الطفل عندما يبدأ بالمشي، يبدأ كما نشوف هذا هنا عندما يكون رضيع صغير جدا، وعندما يزحف بعدين يكبر شوية يكبر شوية ويحاول لحد ما ينهض ويتمكن المشي. شنو ناخذ من هذا المثال؟ شنو اللي نستفاده؟ اللي نستفاده هو انه الانسان عندما يحاول اول مرة اكيد راح يكون مثل هذا الطفل اللي بالبداية اللي يزحف يحبو. بهذه المراحل البدائية يحتاج الإنسان إلى الصبر، الصبر والتكرار والممارسة والتركيز. يعني الطفل ما يستسلم من أول محاولة أو ثاني محاولة ويقول خلاص ما دام أني نهضت وسقطت خلاص راح أبقى وراح أترك المشي. لا، هذا شيء حتمي، راح يتعلم المشي، يعني راح يتعلم المشي ما دام هذه الحالة الغريزية اللي عنده، يشوف اللي من حوله كلهم يمشون على أقدامهم، أيضا هو راح يكرر نفس الأفعال، ولكن شنو؟ بثبات وبإصرار وبصبر لحد ما يأتي يوم ينهض على قدميه وبعدين يمشي ويحاول أيضا يحمل الأشياء لحد ما يتمكن أنه يصير بالقوام الصحيح اللي كل إنسان ممكن يوصل له إذا استمر أيضا بالمتابعة والتركيز والاستمرار. أيضا نفس المثال، إذا نأخذ النطق، نطق الطفل أيضا يبدأ في أصوات، يصدر أصوات من فمه عندما يكون صغير، ويحاول ويكرر ويحاول ويكرر. إذا ولد الطفل بالصين أكيد راح يتحدث الصينية، وإذا ولد بالوطن العربي أكيد راح يتحدث اللغة العربية، ويتحدث أيضا باللهجة والطريقة والأسلوب اللي اتعلم بيه بعائلته. إذا عائلته يتحدثون بصوت عالي أيضا هو راح يكرر نفس الأسلوب وراح يتحدث بصوت عالي. إذا كانوا عائلته عائلة أكاديمية يتحدثون بالمصطلحات اللغوية الأكاديمية، أيضا هو راح يتعلم ويكتسب من عندهم هذه الصفات. إذا اللي نريد نقوله انه التكرار ام المهارات، اذا من نكرر الشيء ونصبر عليه ونستمر راح نتمكن من الحصول على الملكة اللي نحتاجها. ايضا تعلم الكتابة بالنسبة للطفل، سياقة الدراجة الهوائية عندما يكبر اكثر، والسباحة، وهناك امثلة كثيرة في حياة الانسان بشكل بديهي يكرر ويتابع ويستمر ويثابر لحد ما يوصل الهدف بدون ان يستسلم ابدا. كذلك بالنسبة للشخص الكبير، اذا ياخذ قرار، أهم نقطة في موضوعنا هو القرار. القرار عندما يأخذ الإنسان قرار أنه يتعلم مهارة جديدة حتى يكون أفضل، مهم جدا أنه عدم الاستسلام، وضروري جدا هو التكرار، تكرار الشيء عدة مرات والصبر عليه راح يوصلنا للنتائج اللي نرغب بها. إذا نأخذ المثال على تعلم اللغات، ما هي تعلم اللغات؟ هي عملية تعلم طريقة أخرى، يعني مختلف، خلينا نقول أنا حاطها بين قوسين أقصد بالأخرى أنه طريقة مختلفة عن اللي اعتادناها للتواصل مع البشر. هي لا أكثر ولا أقل من عملية تعلم طريقة، أسلوب جديد للتواصل مع البشر. هناك لغات كثيرة، ومنها ممكن نقول لغة الإشارة، هي أنه أنت تمارس لغة الإشارة بإيديك حتى تتواصل مع الآخرين. بالنسبة للغات، اللغات العالمية كلها هي طريقة، هي ليست أكثر من طريقة للتواصل مع البشر من العالم، من ناس أخرى، من دول أخرى. هذه تعلم اللغات تحتاج إلى الوقت، الممارسة والتكرار، تحتاج إلى الوقت، الصبر، ونمارس الشيء كما قلنا قبل قليل، وأيضا التكرار. وشيء أساسي أيضا فيها هي تحديد هدف للتعلم، يعني لماذا أريد أن أتعلم اللغة الكذائية، الصينية، اليابانية، الروسية.
الإنجليزية، الإسبانية، التركية وإلى آخره. لازم نحدد هدف، شنو اللي أريده من هاي اللغة بالتحديد؟ أريد أتعلم اللغة للتجارة مثلا، للممارسة مع أصدقائي، الحديث معه، أم أنه للدراسة؟ فكل مجال راح يختلف الموضوع. إذا كانت للدراسة راح أكيد راح أركز على المواد الدراسية اللي أنا أحتاج أستخدم بها اللغة. لا بأس أنه أتعلم لغة الشارع اللي راح نشرح عنها بعد قليل، لكن من الضروري أيضا أن أعرف معرفة أن يكون لدي معرفة في المجال اللي أريد أمارس به اللغة. إذا كنت لاعب كرة قدم راح أكيد أحاول أن أركز على المصطلحات اللي متداولة في مصطلحات في عالم كرة القدم، وإذا كانت بالدراسة أيضا بالدراسة، وإذا كانت بالطب أو الهندسة أو باقي المجالات أحاول أركز على المصطلحات وعلى المجتمع اللي يتحدث هاي اللغة اللي أنا أرغب أن أتعلم بها. أهم الملاحظات في تعلم اللغات: لكل شخص من المتحدثين، يعني كل إنسان، إلى أسلوبه الخاص بالمحادثة. هناك من يتحدث بسرعة، هناك من يتحدث ببطء، هناك من لهجته غير واضحة نوعا ما معقدة. إذا نأخذ على سبيل المثال اللغة الإنجليزية، هناك بعض الأشخاص اللي لغتهم يتحدثون أيضا بسرعة ويخفون بعض الكلمات أو يختصرون بعض الكلمات، فتصير عندي صعوبة بالفهم إذا أني ما سامع أنواع متنوعة من الأشخاص اللي يتحدثون بأساليب مختلفة. إذا أني بعض الأحيان هنا نلاحظ حتى باللغة العربية بعض الأشخاص يتحدث لغة عربية ولكن يكون عنده من الصعوبة فهمه، والسبب شنو؟ أنه يتحدث بطريقة شوية غير واضحة، أو يتحدث بسرعة أو ببطء، وهذا الشيء لعله يكون مختلف مع الطريقة اللي احنا معتادين عليها أنه نستمع بها للآخرين. زين، الأطفال يتحدثون بطريقة معينة، كبار السن يتحدثون بأسلوب معين أيضا. هذا الشيء كله لازم نراعي عندما نتعلم اللغة الإنجليزية، لازم نحاول نكون ملمين بهذه الجوانب، نسمع أشخاص يتحدثون بسرعة وأشخاص يتحدثون ببطء، لهجات مختلفة، حتى يكون عندنا تنويع في فهم اللغة اللي نهدف أن نتعلمها. أيضا لغة الشارع تختلف عن اللغة الأكاديمية بعض الشيء. هناك المصطلحات ممكن تكون بالشارع نستخدمها لشيء معين، ولكن بالمجالات الأكاديمية تستخدم في أمور أخرى غير التي نستخدمها بالشارع. لهذا السبب أنصح كل شخص يريد يتعلم اللغة، مثل ما قلت قبل قليل، حدد هدف حتى ينطلق من عنده، ولا بأس أن يتعلم المجالات الأخرى، لكن بالدرجة الأولى أركز على الأشياء اللي أنا أهدف إلها. إذا كنت أريد أتعلم مثلا الرسم وهوايات الرسم وشغلي وعملي يعني بالرسم، أحاول أن أركز بالمصطلحات اللي تحيط هذه الهواية أو المهنة اللي عندي حتى أتمكن من الحديث بها ومن خلالها، وبعدين أنطلق إلى عالم اللغة في مجالات أخرى غير اللغات مثلا الأكاديمية. اللغة تحتوي على الكثير من أساليب تكوين العبارات والكلام المرتبطة بثقافة البلد وعاداته وتقاليده. يعني شنو؟ يعني كل بلد له عادات وتقاليد ومراسيم ومناسبات وأعياد وإلى آخره من الأحداث السياسية لعلها والدينية أو الثقافية. لكل بلد إلى أسلوب الخاص في تركيب الجمل، في المحادثة، أين يبدأ وأين ينتهي، نبرة الصوت، حدة الصوت، طريقة لعله لغة الجسد، مع يعني كيف اتحرك واني اتكلم. هناك من بعض الاقوام انه يحركون ايديهم كثيرا، وهناك لا، ما يحركون ايديهم ولكن يتكلمون بطريقه لعله بالبدايه تكون غريبه علينا. فمن المهم جدا انه انا افهم البلد او الدوله اللي راح اتعلم لغتها، كيف يتعاملون، ما هي عاداتهم، ما هو يعني يكون عندي فتشي بسيط عن التاريخ مالتهم، حتى بعض المصطلحات او الامثال الشعبيه مثلا او الشعر كيف يستخدموا. اكيد راح تواجهنا بعض الاحيان حالات من المناسبات مثلا التاريخيه او الحروب اللي مرت بهم ويجيبون من عندها امثله. فضروري جدا انه يكون عندنا نوع من الالمام بالدوله اللي راح نتعلم لغتها. واذا كانت اللغه الانجليزيه فهناك كثير من الدول، يمكن أن نركز على أهم دولتين لعلهم أمريكا وبريطانيا، وممكن أستراليا أو كندا وباقي الدول اللي تتحدث اللغة الإنجليزية أيضا، يكون عندنا بعض الإلمام عن عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم حتى نفهم أكثر عن اللغة مالتهم. نعم، ما تركز عليه تبدع فيه. هذه القاعدة الثانية اللي قلنا عنها اللي هي التركيز. العقل عبارة عن أداة
الطاهرة بالعالمين أن على مود نستخدمها بأفضل صورة. عندما نركز على النجاح سوف ننجح، عندما نركز على الدراسة سوف نتقدم ونتطور، عندما نركز على سياقة السيارة سوف نبدع بالسياقة ونسوق بطريقة آمنة. كل شيء نركز عليه يقوم العقل بتجميع كل الأشياء اللي نحتاجها حتى نؤدي هذا الشيء اللي نريد نقوم به بأفضل صورة. لذلك من الضروري أن نركز على مثلا إذا نتعلم اللغات نركز على اللغة ونركز على طريقة الكتابة والاستماع والمحادثة، نركز على اللغة بشكل عام حتى نتمكن من الإبداع بها. طبعا إذا أعطيك هسه تمرين بسيط، إذا قلت لك سيارة حمراء، سيارة لونها أحمر، راح رأسا تيجي بذهنك سيارة لون حمراء. بعد ما تخرج الآن لعلو بالشارع وانت تفكر بهذا المثال تقول سيارة حمراء، راح تمشي بالشارع بس تشوف السيارات الحمراء أمامك. ليش؟ لأن انت عندك فكرة عن السيارة الحمراء صارت، وصار عندك نوع من التركيز على السيارة الحمراء، لذلك عقلك راح يجلب لك جميع الأشياء المرتبطة بالسيارات اللي لونها أحمر. لذلك عندما أقول اللغة الإنجليزية وانت تركز على اللغة الإنجليزية وتنطي طاقة وتصبر وتحاول وتثابر وتكرر أيضا وتمارس هذه اللغة بطريقة أو بأخرى، بالكتابة، بالتكرار، بالمحادثة، عقلك راح يركز على حفظ الكلمات ووضعها في جملة. أيضا بحالات يجوز لا إرادية أنت تقوم تفكر، وعندما تمشي بالشارع يجوز بعض الكلمات اللي تمر عليك أو أنت تتصفح بالإنترنت راح تمر عليك الكثير من الكلمات اللي عقلك أوتوماتيكيا راح يجلبها إليك ويخليك أيضا تفكر بها. ليش؟ السبب هو التركيز، تركيزك على الشيء راح يخليك تتوسع بهذا المجال وتبدع بيه. إذا ركز على الهدف مالتك حتى توصل للشيء اللي تريده. كرر الدروس كتابة ونطقا، يعني حاول تكتب هذه الدروس الموجودة في قناة سفيرس أكاديمي اللي راح هسه ندخل ونشوفها سويا. ركز على الكتابة والنطق، يعني اكتب العبارات وانطق جميع العبارات بصوت مرتفع كأنما أنت تتحدث مع شخص آخر. حاول تجلس وتتخيل شخص قدامك وقاعد تتحدث له، وحاول تقرأ أمام هذا الشخص الكلمات الجديدة والعبارات اللي تمر علينا بالدروس. ضروري جدا هذا النطق، هذا راح يسهل عليك الكثير من الأمور بالمستقبل القريب. طبعا مستقبل القريب، اكتب العبارات بإيدك راح تحسن كتابتك، راح تحسن خطك، راح تخليك تحفظ الجملة بشكل أسرع. وأيضا انطق الكلمة وأنت تكتبها، انطقها بصوت عالي مرتفع وكأنك تتحدث مع شخص آخر. بهاي الحالة أنت راح تتلافى عملية الإحراج اللي ممكن تصيب بعض الأشخاص، أو الخوف أو التردد عندما يتحدثون مع أشخاص آخرين. ليش؟ السبب هو أنه أنت أصلا جربت أنه تتحدث بهذه الكلمة وجربت أنه تسمعها بشكل صحيح. أنت من تسمعها وتكررها تشوف نفسك ها لفظتها طريقة صحيحة، لا مختلفة عن اللي سمعته، كررها بالطريقة الصحيحة ومن أول مرة. حاول تركز على اللفظ الصحيح من أول مرة، انطر روحك وقت للكلمات الجديدة واحفظها بشكل صحيح حتى بعدين ترتاح، لأن الكثير من الناس يقعون بهذا الخطأ أنه يحفظون بشكل سريع وبطريقة خاطئة بلفظ خاطئ، بعدين من يجي يريد يصحح النطق مالته أو اللفظ مالته بعدين يكتشف أنه هو قاعد يلفظ بطريقة خاطئة، راح تكون عليه عملية مضاعفة وتكون عليه صعبة. السبب هو أنه لازم يمسح الكلمة ويرجع يحفظها بطريقة مختلفة، وهذا راح يصير عليه عمليتين وراح تأخره وراح تتعبه. لهذا السبب انطق من البداية بطريقة صحيحة، راح تنطيك الثقة بنفسك، تخليك تحفظ أكثر، وأيضا اكتب الكلمات راح تنطيك الملكة الكتابة بطريقة أفضل وبطريقة أحسن. أيضا عندما تجلس وتريد تكتب موضوع راح أيضا دماغك يستحضر الكلمات اللي كاتبها أنت بالطريقة اللي أنت كتبتها، أيضا عبارة عن جملة جاهزة راح يجيب لك الكلمة شلون استخدمتها، وتقدر تستخدمها بطريقة أسهل بكثير عندما تكرر الدروس عدة مرات. يعني لا تكتفي بمشاهدة الدرس مرة واحدة، ولكن ارجع كرر الدرس مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة لحد ما تحس نفسك أنه أنت ضبطت اللفظ والكتابة وحفظت أكبر كمية من هذه الدروس. التكرار أفضل مما أنه تتوسع في الكثير من المجالات وبالحقيقة أنت ما حافظ إلا القليل. الآن خلينا نروح على قناة سفيرز أكاديمي ونشوف سفيرز أكاديمي.
طلعت لنا هنا سفيرس أكاديمي، راح ندخل لها الآن، ندخل للقناة، أيضا اشترك، اضغط على سبسكرايب. طبعا أنا السلام عليكم موجودة باللغة أصدقائي الأعزاء، السعودية، لماذا؟ فأنت تضغط باللغة الإنجليزية مكتوب سبسكرايب، بعدها يطلع لك زر الجرس، هنا تضغط على الجرس حتى تصل لك جميع الدروس بالتسلسل. بعدين نروح أيضا هنا موجودة سبيل ليست، هنا بالسويدي أيضا موجودة، نضغط عليها اللي هي قائمة الدروس، راح نضغط على هذا الكورس اللي هو 1000 useful words in English in 2 minutes، ألف كلمة شائعة باللغة الإنجليزية، نضغط عليه راح يظهر لنا مجموعة الدروس كاملة بالتسلسل هنا من الدرس الأول الثاني الثالث الرابع وإلى آخره للحلقة 34، واصلين الآن. بإمكانك أن تشاهد الدروس بالتدريج وبالتسلسل واحد بعد الآخر، كل درس عبارة عن دقيقتين فقط، بهذه الدقيقتين تحفظ الكلمة كلمات جديدة، أهم الكلمات باللغة الإنجليزية، راح تأخذ مثالين على كل كلمة، ونأخذ أيضا المرادفات ونشرحها بشكل بسيط، ونأخذ أهم العبارات المستخدمة في هذه الدروس. إذا حاول الآن من هذه اللحظة أن تأخذ القرار بأن تتابع الدروس بالتسلسل وتكررها، التكرار شيء أساسي يا سادة، لهذا السبب أبدا أبدا لا تتنازل عن التكرار، حاول دائما تكرر جميع الأشياء اللي عندك حتى توصل للهدف اللي أنت تسعى إلى، التكرار شيء أساسي في جميع مجالات الحياة ولا سيما في تعلم اللغة الإنجليزية، هذا الشيء يحتاج إلى صبر، تركيز، متابعة، تكرار. شكرا لكم على المتابعة، كنت معكم في الإعداد والتقديم حسين الغالبي، أتمنى لكم التوفيق، نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.